كنت عم شوف تعليقاتكم الحلوة وحط لكم قلوب، فشفت هذا التعليق مكتوب فيه سامحتيني، وفورا تذكرت هذا الشخص. هذا الشخص من فترة سبني، وأعتقد أنه سب أهلي، ما بعرف نسيت، وأنا ما كنت مساوية له شيء. المهم قعدت أفكر سامحه ولا لا، وتذكرت قصة رح تخليني أخذ القرار. كان مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة وقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكمان بغير مجلس قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وطلع هو نفس الشخص يلي قال عليه المرة الأولى، وكمان بغير مجلس قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وكمان طلع نفس الرجل. فكان في صحابي كان في الثلاث مجالس وسمع كل شيء، فقرر أنه يكتشف ليش هذا الشخص من أهل الجنة. راح على بيته وقال له أنا ما عندي مبيت، ممكن بيت عندك كم يوم؟ قال له الرجل تفضل. فجلس الصحابي عند الرجل، شاهد أن الرجل يصلي ويقوم بجميع العبادات التي أمرنا الله بها فقط، لا يفعل شيء مميز. فعندما قرر الصحابي أن يغادر سأله وقال له النبي قال عنك أنك من أهل الجنة، وأنا ضليت معك كم يوم وما شفت أنك عم تساوي شيء غير يلي نحن عم نساوي، فليش أنت مبشر بالجنة ونحن لا؟ قال الرجل قبل أن أنام أسامح الجميع. فقال الصحابي بهذا لقد سبقتنا. تخيلوا أنه حدا يكون ظالمك أو سارقك أو 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 مساوي معك أي شيء، وأنت قبل ما تنام تسامحهم كلهم، تسامح يلي أذاك، وهي مستحيل يعني حدا يقدر يعملها، لأنه صعب كتير أنك تتنازل عن حقك. بس بنفس الوقت تخيل أنك لو ما سامحته وما سامحت هدول الأشخاص وفاتوا عن النار بسببك، أو لم يتوفقوا بحياتهم بسببك. وأنا عندي قانون بحياتي ماشي عليه، عامل الناس مثل ما بتحب هن يعاملوك. يعني مثلا كان في ختيار شاف عقرب عم يغرق، إجا يساعده فقرصوا العقرب، فما استسلم هذا الختيار وضل يساعد العقرب حتى طلعه من المي. الختيار هو أنا والعقرب هو العالم، أنا بعامل العالم مثل ما بحب إنه هنن يعاملوني، مو مثل ما هنن يعاملوني بعاملون. فجوابي على سؤالك هل أنا سامحتك؟ فنعم أكيد أنا سامحتك. ولو كنت أنا مزعلتكم بشي أو مزعلة حدا بشي فأنا آسفة، بتمنى تسامحوني وكونوا مثل هذا الصحابي، سامحوا الكل ولا تخلوا في حقد بقلبكم على أخوكم المسلم. وباي يا حلوين.